السلام عليكم. أهلين حجي. وعليكم السلام. شو كأنه كله دريان أنه قربت طلعت أخوكي كمال. حجي أخي صلى يومين طالع من الحبس. شو الحكي؟ وينه هلا؟ شو بدك في حجي وينه؟ أنت اعتبره ما طلع؟ لا لا يا رضوى ما بصير، يعني بضل أخوكي، ما بيجوز، أنا لازم روح شوفه. والله يا حجي اللي بيريحك ساوي، والأولاد كبروا يصطفلوا، أنا بالنسبة لي ما في شي تغير علي، وهالروحة اللي بروحها لعند أمل بالعيد مرتين بلاها ما بدي إياها. أصيلة يا حجة، أصيلة الله يرضى عليكي. على كل حال خلينا ندرس الأمور، ما بدنا نستعجل، بصير خير. عم تتشاطر علي يا رؤوف. إيه بسيطة. عمالك ليش عم يفصلني هاد؟ يخرب بيته شو اللي ذوق؟ طب بلكي الزلمة مشغول، شو ما عنده شغلة غيرك؟ حبيبتي ينشغل ينفلق مو فارقة معي، بس مو يفصل بوشي هي. والله قلت لحالي يعني بوفر عليكي. قل لي إذا كنت من هدول العالم ما بيحبوا حدا يوفر عليهم. أهلين مصطفى كيفك؟ هاي مشروعك. تفضلي. سلم إيديك عزبتك معي. لحظة لحظة شوي. تفضلي. لا لا خلي خلي. خديهم خديهم. هيك باخذ بالعادة أنا. على كل أنا ما حذفت الملفات من عندي. فأنت ري على مهلك وشوفي شو بدك، إذا بدك تغيري أو تعدلي شيء بس حاكيني، أوكي؟ باي. شفتي؟ لا أكيد هذا الزلمة في شيء بمخه مو طبيعي بالمرة، لأنه هو اللي في شي بعقله ما؟ ولا انتي كخرب بيتك هيك بتخليه يسمع مثبته بإذنه؟ فوق ما عم يوفر عليكي؟ حبيبتي شو عم يوفر علي؟ ما عم يوفر علي، صغرني عمل لي قد النملة، ما له منطقي نهائيا. حبيبتي مصطفى كلياتنا بنعرفه، بعتقد ها بعتقد انه هي آخر مرة رح يتعامل معك فيها. بتعرفي اني ما نمت بالليل من وراكي انتي وياها؟ ماما انا شو دخلني؟ كل وقتي عم بحاول هديها وافهم منها شو بها، هي ما عم ترضى تحكي. شلون يعني ما دخلت؟ ما عم تكوني معها انت لما عم تكون مع احمد، شو بيعرف شو عم يقول لها هذا الصبي؟ ما هلا هذا هو اهمنا من. صباح الخير. اهلين رؤوف. اهلين. خير حالك بالعاده تجي بكير؟ لا لا اشتقت لكم، عندك مانع؟ لا ابدا. ليش انت مو بجامعتك؟ بابا يارا تعبانه شوي، قلت بضل معها. شو هالحكي؟ حضرتك بدك تشتغلي ممرضة تتركي جامعتك؟ شو يا خانو؟ شو هالفلتنة هاي؟ واحدة عاملة مريضة والتانية عاملة مرافقة، وانت قلبي خلقتك، شو؟ شو الفيروس اللي موجود بالبيت؟ ما في شي رؤوف، راسي عم يجاني شوي، حط لك فطور؟ لا ما بدي افطر، تعي عادي شي تخبرك. خير. كمال طلع من يومين. ايه شو يعني؟ يعني الموضوع ما بيهمك؟ لا ما بيهمني. وبنتك يارا، قصدي بنته يارا، كمان ما بيهمها؟ بيهمها ولا ما بيهمها؟ انا ما لي علاقة بهي القصة. إذا هيك منيح، معناها صباح الخير. صباح الخير بسكوتي. لك شو وينك عم استناكي تحت؟ ما رح اروح اليوم على المعهد، ما خرج. بابا هون ما بدي اياه يحس بشي، مو ناقص مدخيلك. ايه شو جابه هذا هلا؟ احمد شو هالطريقة بالحكي هي؟ شو هي شو جابه؟ لك اسف اسف والله مو قصدي، بس يعني ماله بالعادة. المهم
يارا كيفا؟ يارا لساتها مثل ما هي، ما عم بترد على حدا. طيب حبيبي، أنا عندي مشوار رح روح أقضيه، إذا غيرتي رأيك بدك تروحي على الجامعة حاكيني، إيه؟ ماشي. بحبك. وأنا كمان. باي. يلا باي. شو؟ طولي على هالحالة؟ يارا طلعي فيني، حاكيني، قولي لي بشو عم تفكري. هفكر يا رب، ماني طايق حدا، ماني طايق حالي. بلا جنان، اسمعوا على هالسمعة، قال عم تفكر تهرب. عنجد انتي ما بتنتركي لحالك، شو بيصير لك؟ مريم، إذا ما بدك تسمعي جناني تركيني. أكيد بدي اسمعك، قولي كل شي بقلبك. بدي أعرف الحقيقة. أنا بنت مهرب مخدرات، معقول يكوني بهيك؟ يارا أبوكي صحيح كان محبوس، بس مو معناتها إنه هو مجرم، ولا معناتها إنه هو شخص سيء. في مليون ألف احتمال تاني، ما فيكي تحكمي عليه. ليش حبسوا؟ تبلي شوفيه واسمعي منه، بجوز يكون انضحك عليه. بس أنا ما بدي أشوف حدا، وما عاد بدي آخذ رأيك. مو على كيفك، حضري حالك، بدنا نروح انا وياكي مشوار، بعدين نمرق نجيب السيارة. الو، ايه طارق، وين انت؟ شباك، والله ما بعرف، يعني لو صاحبك بده يساعدنا كان عمل، كان تليفون وخلص الشغله ودبرها. هو قال رح يساعدنا، يعني رح يساعدنا، هو بيأمنه، لا تاكل هم. ان شاء الله ان شاء الله. دخلة قصة يارا كيف بدها تنحل؟ والله ما بعرف، انت شو رايك؟ احمد عم بيقول نعطيها شوية وقت. نعطيها شوية وقت. على صحي، خلي هذا الموبايل معك مشحون وفي خط ومظبطة اموره مشان ما تختفي، وهي هذا الرقم تبعه، احفظه. ايوه نيهان. ايه شو بكي؟ شوفي قومي نامي جوا. شو شوفي؟ ما بدي نام رؤوف، ما بدي نام. انا ما في شيء، بس كنت جاي اسالك ايش كان بنتك يارا قررت تعيش مع ابوها، شو بدك تساوي؟ ليش لحتى تعيش معه؟ ليش هو بده ياخذها يعني؟ أنا أساساً أنا لسه ما حكيت ليارا كل شيء عمله أبوها فيني، ويارا لما تعرف هي ما رح تقبل إنه تروح لعنده. إيه لا بتبكي إليك، لأنه كمال أنا وأنتي نعرفه منيح، إيش كان بيحكي كلمتين مع بنته بيفتن لها راسه فتن. خلص لا تحكي ولا حرف، لا تحكي ولا حرف، الله يوفقك، أنا اللي فيني مكفيني. ها خلاص خلاص. سهر لك اهلين طارق، يلا دقيقتين بيكون الاكل جاهز. طيب ماشي، بس بسرعه. ايه مستعجل، بدي اشوف يارا ونزل على الشغل. طمني، مبسوط بالشغل؟ منيح. شبك اذا في حدا عم يضايقك قلي دغري، بظبط كل شيء. ضايقتني شغله واحده. شوفي الدلال اللي عم يدللوني اياه. عن جد عم تحكي طارق؟ وحياة الله انك واحد معد. شو بلاقيكي لساتك بالبيجاما؟ ريهام خلصنا بقى، أنا بدي روح شوف طارق. مثل ما بدك، بس يكون بعلمك إذا عم تتهربي من أسئلة العالم كله فما رح تقدري تتهربي من أسئلة بابا.
هلكني هو بس بده يطمن عليكي ويشوف شو صاير معك. ليش؟ ليش هو شو دخله؟ أنا ما بدي أحكي، ما بدي أحكي يا أختي، شو القصة بالزور؟ اتصطفلي يا كون بعلمك، إذا انزعجتي منه هالمرة رح تكوني أنت السبب. بعدين هو ليش عم بيسأل؟ غير لأنه باله عندك وبده يطمن عليكي؟ ريهام استني أنا رح أغير ثيابي. هيك ها؟ إيه أحمد وينك أنت؟ يلا يلا نحن طالعين. لك إيش بيعرفني لا تلبس ست الحسن والجمال. يلا حبيبي ماشي باي. كمال أحمد إيه يا أمال انزلوا شوي. خير شو في؟ عاوزتكم تعالوا شوي. يلا يلا نازلين. مرحبا. مرحبا. شو لحقتي تقري؟ ايه قريت وحبيت كثير، لهيك اجيت اتشكرك وبنفس الوقت اعتذر منك. تتشكريني؟ مشان شو؟ يعني انا ما سويت لك شيء ببلاش. خدمة مصلحة وقضيتها، مشان الاعتذار كمان بتصور ما في له داعي. يعني فينك تساوي أي شيء ثاني بالحياة غير إنه تعتذر. هلا انت هيك متعود ترد على اللي بتعتذر منه؟ انت شو بك يا بنت؟ ما اعتذرتي وخلاص؟ انا اصلا هذا الموضوع ما كنت حاسب حسابه من البدايه، يعني شغله عاديه كثير عرضيه مرت. صار معكم؟ هلا هلا؟ يلا يلا يا باي. خالو شو؟ مو جاي على بالك تشوف يارا؟ ايه هلا رح تطلع من هون. ها؟ عرفت تاني وحده؟ لبس طالح